ناشد الدفاع المدني الكويتي المواطنين والوافدين عدم الخروج من منازلهم في الوقت الراهن إلا للضرورة، نظرا لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة. وقرر مجلس الوزراء الكويتي استمرار تعطيل عمل جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس اليوم الخميس، واعتبره يوم راحة حفاظا على سلامة المواطنين والوافدين. الله يستر على الناس، بس انا كلمتهم بالداخلية الله يهديهم. شوف 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 عقيد محمد بسرعة، الله يرحم والدينك.